سيناقش المؤتمر في عدد من الجلسات موضوعات هامة وقضايا كبيرة كالتضخم والسياسات المالية والسياسات النقدية، كما يناقش أيضاً وثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من النقاط المحورية. وفي ضوء المشاركة البناءة، تلقت إدارة المؤتمر من الأمانة الفنية للحوار الوطني عدد من التساؤلات التي سيتم تضمينها داخل الجلسات. هذا كما حرصت إدارة المؤتمر على تجميع أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين. احنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة للمؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت الحساس في الاقتصاد، التغييرات الاقتصادية العالمية، وبنتمنى التوفيق لكل القائمين على المؤتمر وإداراته. هل هيتوضع آلية لمتابعة ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات لا يخرج بها المؤتمر الاقتصادي؟ هل هيتم عقد المؤتمر الاقتصادي بصفة دورية سنوية مثلا على غرار مؤتمرات الشباب للتقييم بعد سنة مثلا النتائج الموجودة لتوصيات وقرارات المؤتمر الاقتصادي؟ الفترة القادمة بتتطلب مناخ بيحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مع الشركات اللي مملوكة للدولة ومع الكيانات الاقتصادية الكبيرة. هل في أي خطة زمنية ممكن نسمعها أو نشوفها الفترة الجاية للخروج التدريجي لهذه الكيانات العملاقة من المشهد الاقتصادي بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية اللي هي بالأحجام والأوزان المختلفة دي إن هي تنمو من جديد؟ يأتي المؤتمر الاقتصادي في الفترة الحالية بعد دعوة السيد الرئيس لجميع الخبراء والمهتمين لتداول الشؤون الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري حاليا، وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتمر بها مصر بالتبعية. أنظر إلى المؤتمر الاقتصادي من أكثر من زاوية. الزاوية الأولى وهي زاوية التوقيت، والتوقيت هام جدا ومناسب جدا لعقد مثل هذا المؤتمر. أما من حيث الهدف فالمؤتمر الاقتصادي معني بالإجابة على العديد من الأسئلة، أهمها توصيف ظاهرة التضخم الموجودة في مصر، أسباب التضخم الموجود في مصر، التعديلات الهيكلية والإصلاحات الهيكلية الواجب اتباعها حتى ينهض الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على ظاهرة التضخم. لدي سؤالين، يعني طبعا أكيد الجميع ينتظر مصير مفاوضات صندوق النقد الدولي وما يترتب عليها وما هي الشروط وهل سوف يتم التوقيع قريبا أو لسه يعني أمامنا بعض الوقت. دي جزء. الجزء الثاني طبعا يعني يهمني الأحزاب التي تمثل يسار الوسط، امتداد شبكة الحماية الاجتماعية نتيجة مواجهة أزمة التضخم. عندما يأتي التضخم فيعني هناك السياسات النقدية، ولكن هناك أيضا سياسات مالية بتسعى إلى فرض الحماية الاجتماعية على الطبقات الأولى بالرعاية. فبالتالي يعني أعرف أن الحكومة قطعت شوط في يعني مد مبادرة تكافل الكرامة. مطلوب إجراءات اقتصادية، ولكن يجب أن تراعي البعد الاجتماعي والحالة الإنسانية للمواطن المصري، وخاصة فيما يتعلق الحقيقة في احنا مطالبين، هو هناك إطار زمني للبرنامج وللخريطة الاقتصادية التي سيعدها وسيطرحها هذا المؤتمر الاقتصادي، وهي بطبيعتها على المدى القريب. نحن جميعا يعني في ظل نظام سياسي واحد ونحن جزء من هذا النظام، ويعنينا ويهمنا أن ينجح النظام سواء حكومة أو معارضة للوصول إلى الغاية المبتغاة. كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة لنا الفرصة لتوجيه بعض الأسئلة، كما أوجه الشكر والتقدير لإدارة المنتدى الاقتصادي الهام مصر 2022.
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كيف ستواجه الدولة بعض الممارسات التي يقوم بها البعض وتؤثر على استقرار سعر الصرف؟ الكثير ينادي بأهمية الاتجاه إلى التصنيع، وهو أمر هام، ولكن هناك نماذج دولية بالاتجاه إلى صناعات مدعومة بالتكنولوجيا. فهل هناك توجه لدى الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وإنشاء منطقة متخصصة تعطي لمصر الريادة في هذا المجال؟ كل تمنيات حزب الشعب الجمهوري للحكومة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة بمؤتمر اقتصادي ناجح يصب أولاً وأخيراً في صالح المواطن المصري. ولنا بعض التوصيات في هذا المؤتمر على مسار السياسات الكلية. نريد أن نرى مزيداً من التناغم والتزاوج بين السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية، لأنهم وجهين لعملة واحدة. وعلى مسار مشاركة القطاع الخاص، نتمنى أن نرى أكبر مشاركة بين القطاع الخاص وقطاعات الدولة والمستثمرين الأجانب، لأن القطاع الخاص الحقيقة هو القاطرة لنمو الاقتصادي لأي دولة. أتمنى إنه المنتدى يعني ينجح في وضع يده على مشاكل الجوهرية وحلول للأوضاع في المجال الاقتصاد، وعلى الأخص فيما يتعلق بتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وصولاً إلى تحقيق درجة متقدمة من الاكتفاء الذاتي في الغذاء ومن الاعتماد على الذات، ومن تطوير القدرات الإنتاجية أيضاً في الصناعة، ومواجهة العقبات التي تواجه تطوير الصناعة المحلية، وبالتالي تقليل الفجوة في الميزان التجاري ما بين الاستيراد والتصدير، وأيضا إضعاف فكرة أن الاقتصاد المصري يبقى عرضة للأزمات نتيجة الأزمات العالمية، طالما أنه هو معتمد على الخارج، سواء في الغذاء في محاصيله الرئيسية أو المنتجات الصناعية، بما يؤدي إلى أشكال من الأزمات في الاقتصاد. حقيقة وثيقة ملكية الدولة من الوثائق المهمة جدا، وأهميتها بتنبع من النص على دور واضح ومحدد للدولة في الاقتصاد، دور هام ومحوري يتعلق بتعزيز مناخ الاستثمار، بخلق الحوافز للاستثمار، بتعزيز التنافسية، بتخارج الدولة من قطاعات بعينها، أو الإبقاء على ملكية محدودة في بعض القطاعات. حابب أوجه سؤالين للمؤتمر. السؤال الأول عن الإجراءات وخطة الحكومة لحل أزمة التكدس في الموانئ، البضائع المتكدسة في الموانئ بقى لها فترة طويلة، والإجراءات اللي ناوية تتخذها في سبيل تحرير التجارة. السؤال الثاني متعلق بالضمانات الحكومة ناوية تعلنها فيما يتعلق بمضيها قدما في مسألة الخصخصة والتخارج من القطاعات بعينها، وعدم منافسة القطاع الخاص في بعض القطاعات. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق في المؤتمر الاقتصادي الهام اللي حضراتكم بتشاركوا فيه. كمتخصص في العلوم السياسية والسياسة العامة ومش في الاقتصاد، حضراتكم أهل الاختصاص، عندي ملاحظات سريعة أحب أطرحها على حضراتكم. الملاحظة الأولى هي أن أهمية المؤتمر الاقتصادي بترتبط بأهمية التفكير الحر والنقاش الحر حول التوجهات الكبرى للاقتصاد المصري والمؤشرات الكبرى لأداء الاقتصاد، وأيضا حول التداعيات الاجتماعية للأداء الاقتصادي على المجتمع وعلى المواطنين. توجهات كبرى ترتبط بدور الدولة، دور القطاع الخاص، مؤشرات ترتبط بمعدلات التنمية المستدامة، بترتبط بالميزان التجاري ما بين الصادرات والواردات، ضرورة دفع الصادرات المصرية إلى الأمام، مؤشرات ترتبط بأزمة الدين الخارجي والمحلي، وأزمة الدين الخارجي بتثقل كاهل صانع القرار في مصر وصانع الرأي العام المصري أيضا، ولابد من إعادة التفكير في سبل التعامل معها، إن بطريقة الجدولة أو وضع خطة طويلة المدى للحد من الاستدانة الخارجية. أنا عندي سؤال لإدارة المؤتمر، وهو عن سبل التواصل مع الرأي العام. الرأي العام في مصر مهتم جدا بالمؤتمر الاقتصادي، بينتظر من حضراتكم الكثير، أرجو أن تفكروا يعني في سبل التواصل الشفاف والمستدام مع الرأي العام لعرض تفاصيل النقاش وعرض مخرجات النقاش وكيفية التأثير المحتمل لهذه المخرجات على التوجهات الكبرى والسياسات الاقتصادية المطبقة.